قامت تتقرب لي وأنا هم بصراحة علمتني وكنت أرتاح يعني وياها. سيدة خلينا نقول، لكن هي وصلت إلى مرحلة الشذوذ الجنسي بسبب علاقة ربما تكون عائلية، لذلك راح نشوف هذا التقرير ونرجع، راح يكون معنا ضيوف في الاستوديو. أنا تزوجت حالي حال أي بنية، فزوجي يداوم 15 يوم وينزل 15 يوم. عندي بالبيت بيت عيالي طبعا، أنا متزوجة وغرفتي واحد، عندي حماتي أكبر مني ما متزوجة، أي فنقعد أنا وياها بالغرفة، تجي من يروح زوجي تجي يمي بالغرفة، نقعد نسولف هيجي نقضي وقت، كل ما يعني هاي يروح زوجي تجي يمي هي. يعني ورا 4 أشهر تقريبا قوت علاقتنا، فمرة طبت لي بالغرفة قامت تسألني وأنا استحي يعني أجاوبها، تقول لي شي صار بينك وبين زوجك؟ فبالبداية كنت تستحي، فظلت تلح علي سولفيلي سولفيلي، فأني من صارت بيانة بيناتنا قمت أسولف لها اللي صار بيني وبين زوجي. فمرة من المرات تقربت لي، قامت تسوي أشياء غريبة، فأني استغربت يعني شنو بنية وهيج تسوي، يعني تسوي سوالف مال ولد. فالمهم فقلت لي أنا فقامت تسوي هاي الشغلات إلي، فأني بالبداية قلت لك قمت أستحي يعني. فتقربت لي وقالت لي انه من يروح زوجي انه اجي يمك اني، وطلبت انه وياي. اي فباعتبار انه زوجي يغيب 15 يوم فهي تجيني انه انتي زوجك بعيد عليك واني يمك واني اريحك ومن هاي، فقلت لك فخلتني انه اتعود عليها انه من يروح زوجي تجيني هي. اي فقامت تقرب لي واني هم بصراحه علمتني وقمت ارتاح يعني وياها، من يروح زوجي انه تجيني هي، فتعودت اني هم على هاي الشغله. بعدين ورا فتره من عرفت انه هذا الشيء دا اسوي اني غلط، بعد قمت اني اعدل بنفسي للامانه، يعني قمت أتجنب هذا الشيء، قمت ما أخابرها، قمت أبتعد عنها، إنه هذا الشيء يعني خلت تعويض يعني. بعدين من صحيت على روحي وعرفت إنه هذا الشيء غلط، بعدين يعني قمت إنه أبتعد عنها ما أخابرها.